خالص. وعايزه ايه ده؟ هي مش دي البنت عيطي؟ بيوصل للقلب، واحنا عشان بنشتغل من قلبنا فشغلنا وصل لكل الناس. اكيد طبعا. ميرسي، تشرفتوني. ميرسي. على فكره البت دي هي اللي مسلطه حد ياخد الديزاينات من هنا من الشركه ويسرقها 100%. ايوه بس هو مين؟ مش مهم، المهم دلوقتي ان احنا لازم نلغي الديفيليه. يا نهار اسود، مش هينفع يا مستر حمزه. الديفيليه بتاعنا لو اتعمل الناس هتفكر ان احنا سارقين الفساتين من طارق النويري وهنتمسح في السوق. للاسف معاك حق. ضربت في مقتل بنت اللذينه. انا ولازم احب بعدين عينينا. صحيح، في الظهر كلام زي السكاكين وفي الوش عاملين مساكين. اه يا حرام يا ابني. انا بجد مش مصدقه ايه اللي بيحصل ده يا جماعه. انا بجد مصدومه. ممكن حد يفهمني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي عايزه افهم حاجه واحده بس، يعني تعبنا ده كله هيترمي في الارض؟ شفتوا اللي حصل؟ اما تعرف مين الواطي اللي عمل كده؟ مستر حمزه اكيد مش هيسكت وهيجيبه من تحت تقصير الارض. عارفين بقى الديفيلي ده لو اتكنسل ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ الشركه هتخسر ملايين واحنا هيحصل لنا البلان مود. ايه وضع الطيران يعني؟ عم طيران ايه وبتاع ايه؟ فين اللي احنا فيه ده؟ صبرنا يا رب. انا هتجنن دلوقتي. التصميمات دي كانت هنا في مكتبك ومحدش بيدخل مكتبك غيري، مين بقى اللي خدها؟ مش عارف. مش عارف؟ ما هو انت لو بتسمع كلامي وكنت حطيت كاميرات كان زماننا قفشنا الحرام. خلينا بقى كده محكسين. ما ينفعش كاميرات تحط في مكتبي. ليه ان شاء الله؟ مش في ناس بتقلع وبنات بتلبس وحاجات؟ يقلع؟ قصدي يعني ما تصدقي والله فكره حلوه. انا ازاي غابت عني الفكره؟ هي اللي فكره حلوه. استاذه فريده، انا شايفه ان طبعا حدث زي ده فريدة مش بتفوتيه ودايما حريصه ان انت فريده نهار اسود. دي ربطيه بقى في له السنه دي كبلوجر مشهوره. لا والله انا مجرد تواجدي هنا النهارده ده اضافه ليا، وانا شايفه ان النجاح دايما بيجيب نجاح، والنهارده اللي حصل بجد كان شيء مشرف قوي. طيب انا عايزه اعرف بقى يعني حاجه حصري جدا، هل هيكون في تعاون ما بين حضرتك وما بين شركه طارق نويري قريب قوي؟ والله اتمنى ان شاء الله، ليه لا. وانا بدعي كل الناس ان هي تشتغل وتنتج وتنجح وانه ياخدوا النهارده ده مثال وعبره ليهم. استاذه فريده بجد ميرسي لوقتك جدا. ميرسي يا حبيبتي. هي فريده. هي ايه؟ هي اللي سرقت التصميمات. مش معقوله. لا جت لي هنا المكتب وسبتها وخرجت اكلم ذهب، ولما رجعت ما لقيتهاش. يبقى هي اللي سرقتها. ايوه صح يا بنت. استغفر الله العظيم يا رب. هنلاقيها منين ولا منين؟ تفتكري ايه اللي عملت كده؟ الموضوع ده مش داخل دماغي خالص يا بنت. هي اصلا هتعرف شغلنا منين؟ حتى لو تعرف شغلنا، ايه اللي بيننا وبينها عشان تاذينا بالشكل ده؟ ما تنسيش ان في مشاكل ما بينهم من ايام الفيديو، اما قعدت تتريق عليه، وانا اصلا ما بتفرج عليها شخصيه قويه قوي. انت بتتفرج على فيديوهاتها؟ هو بتاع 50 60 فيديو بس كده بالصدفه. في ايه يا معاه؟ 50 او 60 فيديو بالصدفه؟ امال يا حبيبتي لو مش بالصدفه كنت بقيتي ايه؟ الادمن بتاعت البيج بتاعتها؟ خلاص يا معلم مش هتفرج تاني. انت معاكي نت؟ اه معايا نت. طب وريني كده الفيديوهات بتاعتها شكلها عامل ازاي. حاضر. هي عندها كام فولورز؟ كتير قوي. اتفضلي. بس بتطلع غامقه في الصور، لازم تستخدم درجه فونديشن افضل. معلش.